إذن متتبعي متتبعات قناة شوف تي في، صباح الخير، جمعة مباركة للجميع. مشاهدينا كنتواجدوا بالدائرة الانتخابية رقم واحد أو مكتب التصويت رقم واحد بالحي الإداري القديم قلعة السراغنة. مشاهدينا بعد قليل تم انطلاق انتخاب أعضاء الغرفة المهنية، غرفة الصناعة التقليدية، اقتراع 6 أغسطس 2021. كما قلت مشاهدينا كنتواجدوا يعني بالمكتب رقم واحد اللي كيتواجد بالحي الإداري القديم جماعة قلعة السراغنة ثانوية سيدي عبد الرحمن الإعدادية. كما تابعتوا معنا تحت إجراءات مشددة كنشوفوا عناصر رجال الأمن والقوات المساعدة، وكذلك كنشوفوا هنايا لواحد العدد ديال الناخبين اللي جاوا باش يدليو بالأصوات ديالهم، كنشوفوا كذلك واحد العدد ديال الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات، انتخاب أعضاء الغرفة المهنية غرفة الصناعة التقليدية اقتراع 6 أغسطس 2021، صنف الفنية الإنتاجية، صنف الخدمات. ما قلت مشاهدينا في هذا الأثناء كتنطلق هذه العملية، عملية تصويت مشاركة واحد العدد عدد من الأحزاب المغربية. يعني اليوم تنشوفوا 6 أغسطس 2021 انتخاب أعضاء الغرف المهنية غرفة الصناعة التقليدية، وكذلك كما قلت مشاهدينا فإجراءات مشددة، كل التدابير الاحترازية متخذة من طرف الجهات المسؤولة هنا بقلعة السراغنة. كما شفتوا معنا رجال الأمن القوات المساعدة هنا، الكمامة، عدة يعني كما قلت، فجميع الإجراءات الاحترازية متوفرة هنا بهذا المكتب، مكتب رقم واحد للتصويت بقلعة سراغنة. قلت مشاهدينا فإجراءات مشددة، ما يدخل شي واحد إلا وخصو يدير الكمامة، كل الإجراءات الاحترازية متوفرة هنا بهذا المكتب، مكتب التصويت رقم واحد بالحي الإداري القديم جماعة قلعة السراغنة ثانوية سيدي عبد الرحمن الإعدادية. كما قلت فمجموعة من المواطنين أو الناخبين اللي حجوا لهذا المكتب ديال التصويت منذ انطلاق عملية التصويت بهذا المكتب، مكتب رقم واحد بقلعة السراغنة. كما قلت فمشاركة عدة أحزاب وطنية في هذا الاقتراع، يعني اقتراع 6 أغسطس 2021. صباح الخير. كما قلت مشاهدينا اليوم بلادنا كتعرف انتخاب أعضاء الغرف المهنية غرفة الصناعة التقليدية، كما قلت مشاهدي قناة شوف تي في قبل قليل تم انطلاق انتخاب أعضاء الغرف المهنية غرفة الصناعة التقليدية اقتراع 6 أغسطس 2021، صنف الفنية الإنتاجية، صنف الخدمات، مشاركة عدة أحزاب وطنية. ما قلت فحظ سعيد للجميع مشاهدي قناة شوف تي في. كما قلت مباشرة من الحي الإداري القديم بقلعة السراغنة ثانوية سيدي عبد الرحمن اللي كيتوجد فيها المكتب رقم واحد للتصويت في انتخاب أعضاء الغرف المهنية غرفة الصناعة التقليدية اقتراع
3 أغسطس 2021، صنف الفنية الإنتاجية، صنف الخدمات. مشاهدي قناة شوف تيفي، تحية للجميع، نلتقي إن شاء الله في مباشر آخر في موضوع آخر. إلى اللقاء.